Today we will take a new lesson, which is about respiration in an aquatic medium. At the end of the video, you will be able to recognize the structure of gills, recognize circulation of water in fish, and know that frog is from cutaneous animal. We took previously that living things which live on land breathe by lungs. Others breathe by trachea, such as a grasshopper. However, animals which live in water breathe by gills, such as a fish. All living things inhale oxygen gas and release carbon dioxide. Now, we want to explain what are gills composed of. Fish, or any aquatic animal that live on water, they use gills in order to breathe. Now, what are gills? Under every upper column, four red colored gills are observed. يعني أنا هيدي السمكة. في عنا الأوبر كولوم هن الزعانف. في تحت الأوبر كولوم أربعة مثل عبارة عن organs حمر لونهم أحمر as you see in the figure. الوحدة منهم نسميها gill. So the gills they are found under the upper column in a fish. يعني من كل جهة في عندي أربعة gills. يعني كأنهم هن عنده ثمانية. أربعة من كل جهة موجودين تحت الـ upper column. هلأ إذا نحن أخذنا one gill حتى نشوف شو في بقلبها. نحن عندهم ثمانية. حناخد وحدة وحنشوف نفوت بقلبها ونشوف شو في بقلبها. One gill consists of two layers composed of many gill filaments. يعني الجل الوحدة مؤلفة من طبقتين. هالطبقتين مؤلفين من جل فيلمنت. يعني اشياء مثل اعضاء كتير 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 رفيعة بنسميها جل فيلمنت. يعني بقلب الجل في جل فيلمنت هن بيجوا very thin. الجل فيلمنت have very thin wall rich in blood vessels and fixed on a bony arc. So هيدول الجل فيلمنت اللي بيعملوا للجلس هن كتير رفيعين وكتير في بقلبهم blood vessels. They are fixed on a bony arc. يعني هنا موجودين على مثل يعني مثبتين على عظمة. بس هيدول they are rich in blood vessels. ولأنهم هني غنية كتير in blood vessels يعني بشرايين الدم. هيدا الشيء اللي بيعطي gills filaments and the gill the red color. عشان هيك لونهم أحمر. إنه حد يسأل إنه ليش لونهم أحمر مش لون تاني؟ Because they are rich in blood vessels. لأنهم كتير هني غنية بدم بشرايين الدم. So they have the red color. So again هيدا الجل احنا اخذنا وحدة بتتألف من كتير جل فيلمنتس اللي هني بيجوا كتير رفيعين they are rich in blood vessels وهني مثبتين على bony arc. يعني كل جل وحدة عندها طبقتين من الجل فيلمنتس. Now, how water circulates in the fish. أول شيء إحنا عنا الفيش نتخيلها بقلب الووتر. تيجي هي بتفتح تمها لحتى يفوت الووتر as we said previously in the previous lesson. So بتفتح تمها لحتى يفوت هيدا الووتر. بقلب هيدا الووتر اتفقنا إنه في بقلبه أكسجين. يعني دايب بقلبه أكسجين. Dissolved oxygen in water. فات هالووتر عبر التم يعني عبر الماف. حيمرق على الجل شيء طبيعي لأنه هو حامل الأكسجين ونحن قلنا إنه الفيش بتتنفس using gill. حيفوت على الجل بعدين من الجل as you see in the figure تتبعوا الأسهم page 59 document C. حنتبع الأسهم وحنشوف الووتر بدأت تبلش تمشي من الماوث على الجل بتنتقل من بعد الجل بتروح على الجل cavity. هيدا الجل كافيتي بعدين حتروح لوين على الجل فالف ومن الجل فالف حتظهر من الأوبر كولوم أوتسايد ذا بودي. يعني الووتر مثل ما فات بده يظهر لأنه بالنهاية إذا الووتر بقى بقلب الفيش حتختنق وتموت. الووتر فات عبر الماوث حيظهر عبر الجل فالف اللي هي موجودة تحت الأوبر كولوم وحتظهر من الأوبر كولوم أوتسايد ذا بودي. طبعا لما الووتر فات ومرق بالجل ومرق بالجل كافيتي وكفى على الجل فالف وظهر لبرا. شو صار بهيدي العملية؟ شو صار بهيدي الثواني لما الووتر فات على هيدي السمكة؟ بقلب الجل كافيتي
if you see document D بقلب هاي دول الجل كافيتي water pass through gill filament هيمرق هيدا الووتر عبر الجل فيلمنت اللي هو اتفقنا انهم كتير رافعين وفي بقلبهم بلاد كتير هيمرق عبرهم هيعطيهم هالجل فيلمنت الاكسجين وهياخد منهم الكربون دايوكسيد ليش بالجل فيلمنت لانه بالجل فيلمنت عند البلاد فشو بيعمل هيدا الووتر هالووتر هو بيمرق هيعطي الاكسجين لهيدا البلاد هياخد منه الكربون دايوكسيد يعني هون الووتر مثل كأنه الالفيولاي بجسم الانسان الالفيولاي بتعطي هي البلاد الاكسجين هون ما في الفيولاي لانه ما في لانج من الاساس الووتر هون هو اللي بيعطي البلاد الاكسجين غاز وبيحمل الكربون دايوكسيد وبيضل متسهل لوين برا الفيش سو اجين بقلب الجيل كافيتي هالووتر هتمرق through gill filament اللي في بقلبها كتير إلنا blood vessels عشان هيك لونها أحمر إلنا هيدا الحكي وحتعطي الأكسجين اللي داي بقلبها بجهة تانية حتاخد منه الكربون دايوكسيد to be released outside the body cutaneous respiration as we said previously are animals that uses their skin in order to breathe such as the earthworm so we said that earthworm can breathe by its skin also frog which is an amphibian animal can live both on land and in water uses its skin to breathe only in water so لما بيكون بقلب الماء بقلب الواتر بيقدر يتنفس using their skin اكيد هو ما عنده جل وبما انه هو حيرجع يطلع على اللاند since it is an amphibian animal يعني برمائي بيقدر يعيش بالماء on land so it can breathe also using its lung when it jump to the land so هيدا الفروغ بيقدر هو يستعمل الاثنين لما بيكون على land بيستعمل their lungs and لما بيروح على الwater it uses its skin such as the earthworm does Now, at the end of this chapter, I want from you to know we have four types of respiration. Pulmonary respiration, such as a human being, that uses lungs in order to breathe. Also, we have trachea respiration, such as grasshopper, that uses trachea in order to breathe. In addition to the cutaneous respiration, such as a frog or earthworm, they use their skin in order to breathe. And finally, we took today about aquatic respiration such as fish that use their gills in order to breathe. All these living things inhale oxygen gas and exhale carbon dioxide. ما حدا منهم بياخد كربون دايوكسيد بيتنفس كربون دايوكسيد لحتى يعطي اكسجين. كلياتهم هيدول بياخدوا اكسجين وبيعطوا كربون دايوكسيد.